الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فموضوع بحثي المجتمع العراقي في كتاب ليلى المريضة في العراق للأديب الدكتور زكي مبارك. الدكتور زكي مبارك ولد عام 1892 وتوفي عام 1952. حصل على الدكتوراه 3 مرات، ولذلك يلقب بالدكاترة زكي مبارك. سافر إلى السوربون وتحصل على الدكتوراه من هناك. من أشهر كتبه النثر الفني في القرن الرابع الهجري. استدعته وزارة المعارف العراقية بالاسم للتدريس في دار المعلمين العالية عام 1937. ظل يدرس في العراق في بغداد لمدة نحو 9 أشهر. كتب في الشهور 9 5000 صفحة، كان يكتب بمعدل ما يزيد عن 15 ورقة يوميا. بالإضافة إلى تدريسه في دار المعلمين العالية، كان يلقي محاضرات في مدرسة الحقوق، وهذه المحاضرات جعل موضوعها الشريف الرضي، ثم جمعت بعد ذلك في كتاب عبقرية الشريف الرضي. له 4 كتب تختص بالعراق: كتابنا الذي هو موضوع بحثنا ليلى المريضة في العراق، ملامح المجتمع العراقي، وحي بغداد، عبقرية الشريف الرضي. بالنسبة لكتاب ليلى المريضة في العراق، من هي ليلى؟ أو من ليلى؟ إنها اللغة العربية، فهو يزعم أو يدعي أنه جاء ليعالج اللغة العربية في العراق، فسمى الكتاب بهذا الاسم وجعل نفسه الطبيب الذي يداويها، ثم اتخذ من البيت المشهور: يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، شعارا لكتابه. المحور الثالث في بحثي أتحدث فيه عن صلته بالعراق، وكيف أنه أحب العراق وعشقها، ولذلك أقتطف بعض الكلمات التي قالها في التعبير عن حبه للعراق. يقول: فما ذقت طعم الحياة إلا في العراق، ولا رأيت صدق القلوب إلا في العراق، ولا عرفت جمال النيل إلا بعد أن رأيت لون مائه في دجلة والفرات، وما أسفت على شيء كما أسفت على أن لم يقدر لشاعرنا شوقي أن يزور العراق. أحب أن تسمعوا سجع الحمائم في الموصل، وأن تروا غابات النخيل في البصرة، وأن تعانوا السحر في بابل، وأن تستصبحوا بظلام الليل في بغداد. يقول عن أصدقائه العراقيين: هل عرفت معنى الصداقة السليمة قبل أن أعرف العراق؟ لقد أحببت أولئك الناس وأحبوني، فلي فيهم أصدقاؤهم هم الغاية في الوفاء، وسأبقى ما بقي من حياتي وأنا إليهم مشتاق مشتاق. أنا في الواقع تلميذ بغداد قبل أن أكون تلميذ القاهرة أو باريس. أنا ابن بغداد، أنا ابن العراق. الحمد لله الذي كتب أن أكون موصول العهد بأهل العراق. الحمد لله الذي جعل لي مقام صدق في البلاد التي رفعت لواء الحضارة الإسلامية. أنا ابن بغداد، أنا ابن العراق. أنا أخ صادق لأبناء دجلة وأبناء الفرات. أنا الصب المشغوف بالبلاد التي عرفت بكاء الحمائم وظلام الليالي ونور القلوب. من يرغب في الاستزادة من هذا الموضوع يتجه أو يقرأ في كتاب الأستاذ عبد الرزاق الهلالي بعنوان زكي مبارك في العراق، فقد أفاض في هذا التفصيل. المحور الذي بعده من بحثي أتحدث فيه عن أعلام ورموز المجتمع العراقي الذين قابلهم زكي مبارك، وذكرت حوالي 10. كل عالم من هؤلاء الأعلام أعرف به، ثم أذكر صلة زكي مبارك به وما قاله عنه. سوف أذكر الأسماء جملة
وأختص واحدا فقط بالحديث. السيد محمد رضا الشبيبي، السيد طه الراوي، السيد مولود مخلص، الشاعر عبد الرحمن البناء، الشيخ محمد علي اليعقوبي، السيد نوري السعيد، السيد تحسين علي، الأستاذ محمد بهجة الأثري إلى آخره. هؤلاء ثمانية من الأسماء التي ذكرتها في البحث، وهو تكلم عن كل واحد منهم كلاماً رائعاً. يعني عندما تكلم عن الشبيبي قال: رجل ذو عمامة وهو من كبار الشعراء، وهو شاعر سليم الذوق، وهو أديب صار وزيراً للمعارف. الرجل العظيم حقاً وصدقاً، الرجل الذي شرفني بحضور أول محاضرة ألقيتها على الجمهور في كلية الحقوق، الرجل الذي اتسع صدره لكل ما نشرته في جرائد القاهرة وبغداد، الرجل الذي انشرح صدره حين رآني أتكلم في المؤتمر الطبي باسم العراق. وقال عن السيد تحسين علي حاكم البصرة: السيد تحسين علي ملك في صورة إنسان، هو تحفة من الأريحية العربية جاد بها الله على الوجود. السيد تحسين علي هو الشاهد على أن شعراء العرب لم يكونوا في مدائحهم من الكاذبين، وبفضل السيد تحسين علي عرفت من البصرة في يومين ما لا يعرفه غيري في سنين. إلى آخر هذا الكلام. المحور الذي يليه: البلاد التي زارها وهو في العراق. انتهز الفرصة وزار عدداً من البلاد الكثيرة والحواضر العراقية المهمة، وكل بلد يذهب إليها يصف الطريق إليها، يصف المشاهد التي يشاهدها، يصف المسجد، المدرسة، العلماء الذين يقابلهم إلى آخره، وأهم الأعلام. ذا أزار البصرة وهو في الطريق إلى البصرة يقول: زرت البصرة لماذا؟ لأنها وطن الجاحظ والمبرد والحسن البصري وإخوان الصفاء. وزار كربلاء والنجف والكوفة والحيرة وكركوك وإربيل، وعندما ذهب إلى إربيل تذكر المبارك بن حمد بن المبارك، وهو ابن المستوفي صاحب كتاب تاريخ إربيل. وعندما ذهب إلى الموصل قال: هذا مسجد النبي يونس، وهو فوق هضبة عالية، وكأنه نوتردام دي لا جارد التي تروع من يدخل مارسيليا أول مرة. وقضى في الموصل 5 أيام، هي أطول مدة قضاها في بلد سوى بغداد. وفي نهاية بحثي أتحدث عن الجوانب الحياتية في العراق: الجانب الاجتماعي، والجانب الثقافي، والجانب السياسي. ومن يرغب في الاطلاع على ذلك فلينظر إلى البحث في الكتاب الذي سوف ينشر إن شاء الله. وشكر لكم، والسلام عليكم.